طبعا الشباب يا اخوان فاتحين محل في نعلين ولاكو هاي الحية. هسه انا طلعت من جوا شوف شو حاطين عليها شاطرين. شو بتشتغلوا ميكانيكية؟ ألمنيوم. ها الشباب تعون ألمنيوم. فشوفوا كيف تاع الألمنيوم مسكر على الأفعى. لكن هذا اللي جوا أبو كرع يا اخوان بطلع لكم اياه وبتشوفوه مش أفعى. باين انه أبو كرع. شايفين؟ هم بيفكروا أفعى. الشباب ما قتلوا كل الاحترام. أبو كرع مفيد جدا. لكن الناس لازم تتعرف عليه كله. الله يعطيكم العافية. الشباب أجوا جابوا لي إياه ولا يقتلوا. كل الاحترام. كم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع. طبعا يا أخوان زي ما شفتوا الشباب بيشتغلوا عندهم محل ألمنيوم. ولاكوا عندهم بالمحل دخل عندهم أبو كرع السيد أبو كرع. طبعا السيد أبو كرع مظلوم لأنه بيشبه الأفاعي. طبعا لما تكون انت معلم ألمنيوم وتمسك حية او بقرية شوف شو بتعمل. شايفين كيف عاملها زي شكفة ألمنيوم ومسكر الغطاء. طبعا الشباب اشتغلوا بالألمنيوم. المهم هم بفكروا افعى فجابوا لي اياه وحابين يعرفوا النوع. في ناس يا اخوان هيك بتحب تعرف بتجيب الانواع. المهم طلعت فيه اللي هو ابو قرية زي ما شفته بالفيديو حقنا. طبعا ابو كرع مسكين حتى نطلعه ونعمل له شويه دش. هذا المفك مارك من جنب مفك ممتاز والله كبير. هذا ابو كرع تقتل. أبو كرع اطلع. أبو كرع اطلع. أبو كرع اطلع. والله كبير. أبو كرع والله في حيل. شايفين أخوان أبو كرع كبير طويل. فشل وجرين سبحان الله. لكن من فصيلة السحالة. طبعا اللي بيميز ابو كرع عن الافاعي يا اخوان. اذا بدك تعرف ركز على راسه. شايفين راسه? في له دينين. دينين بينات. خلنا نوصله. ريحته. نعطيه دوش مرتب. نعطيه دوش شرف. طبعا جلده وقرع زي البلاستيك. طبعا بعدين مسالم بعضش. هاي دنينا بقرع. شايفين دنيه هيها عكس الافاعي. هاي دين هي هيها. هاي دين هين ودين هين. هاي الافاعي فيش لها دنين طويل جسمه زي البلاستيك. بعدين بتميز من هذا الخط. شايفينه سهل جدا. طبعا ابو كرع بوكل اي شيء بتحرك حي. اي شيء بلاقيه على الارض بوكله. يعني حرام قتله. ايه الفوائد. ترى راسه زي التنين. فيش له تقولوا حراشف زي الحي. الحي الحراشف زي الاجرين على اساس تقدر تسرع في المشي. ابو كرع مالس من هنا يعني حتى بالمشي بتصعب يعني سبحان الله.
الحية كل الحياية في إلهم زي هيك زي شحطات إعراض تبكى تتحرك بهذا الشكل. يعني لما تمشي الحية بيساعدها غير المشي زي تقول لها يجرين سريع، لكن أبو قرع لا. بيطلع حاله دفع شفت كيف بيمشي. حتى ابو قرع يا اخوان مسالم مسالم شايف عضش يعني مسالم نحطه بالبرميل كمان مرة يا اخوان. ابو قرع السيد ابو قرع في له اشي خفيف بسيط زي الحراشة بتساعده هاي في له خفيف. المهم ابو قرع هو من فصيلة السحاوي، ليس له علاقة بالافاعي رغم طوله فيش له جرين الا انه ما حدا بصدق انه من فصيلة السحاوي. هيك سبحان الله بيجي في انواع ابو قرع صغيره في لها اجرين وفي بدون. بتغذى على اي شيء يا اخوان، بلكي اي شيء بوكل بهموش غير سام مفيد، يعني ما له داعي للقطع. يعني تواجده ممتاز جدا، تواجده ممتاز جدا. طبعا اوعى تعضني ابو قرع، بس بعض يعني الاسنان. اهدى اشوف هالشغله. لكلكم شغله بجوز ما تصدقوا يا اخوان، بالعاده الافاعي فتحه الشرج بتخرج من هون، بيكون الدنب الافاعي. لكن ابو قرع يا اخوان ركزوا قديش الطول هذا، فتحة الشرج تبعه بتيجي هان، يعني الطول اللي من بعد فتحة الشرج لهان أطول من أبو قرع نفسه، أطول من جسمه. الأفاعي بتيجي دائما آخر الدنب عند الدنب في المنطقة هاي، أبو قرع بيجي هان. سبحان الله، يعني طول من عند الفتحة لهان أطول من عند الفتحة للرأس. سبحان الله، هذا أبو قرع بتميز فيه. شايفين يا ابو قرع؟ طبعا يا اخوان بالنسبه للقناه واللي صار معنا وتهكرت، هي اصلا القناه مستويه يعني هي كلتها بالسوا يا اخوان، يعني بصراحه انا بقول لكم، لكن احنا مستمرين وهذا الاشي ما بوقفنا. راح ننقل ان شاء الله فيديوهات احتياط لانه بلاش المره الجاي انسرقت، اللي سرقها حط الفيديوهات خاص منيح اللي ما حذفهم كان رحنا بحوض معنا. المهم راح احط لكم رابط التيك توك على الوصف وعلى التعليقات اللي بحب يتابعني. بنتمنى من شركة يوتيوب عشان ننشط اليوتيوب ويتقوى عنا انه يعملوا لنا جولات مدتها 4 دقائق زي ما بيعملوا في تيك توك. نتمنى من شركة يوتيوب بصراحة يا اخوان عشان يتنشط ويتقوى يعملوا لنا اشي جولات
نفوت معنا الناس، نصير نتعرف على الناس اكثر زي تيك توك. بصراحه يا اخوان اعملوا لنا يا يوتيوب اشي، نصير ندخل معنا اثنين وثلاثه واربعه وجولات وهدايا نفس تيك توك. اعملوا هيك بقوة بصير برجع بتنشط، لانه العالم كلها دب على التيك توك. كمان مره اخوان لا تنسوا، راح احط لكم الرابط على الوصف وعلى التعليقات، وانا عندي كمان قناه يا اخوان احتياطيه لازم، هاي راح نزل عليها فيديوهات بدكم تتحملونا شوي في اللي عندي على القناه الثانيه الاحتياطيه اللي هي اسمها اللي هي كانت قناه ست تعرفوها، هاي راح خليها احتياطيه واحط عليها فيديوهات من هاللي يكونوا يعني موجودات. نتمنى السلامة للجميع، وتحياتي السيد أبو قريع المحترم. أنا أبو قريع. زبطوا له أبو قريع، حطوا له مي.